لا هو مش استبعاد، يعني استبعاد زي ما بتقول، في استبعاد، في فرق بين الاستبعاد دلوقتي مثلا في لعيب معين كان موجود في المنتخب وانت باختيارات الفريق مش موجود. هو القصه ان الاستبعاد بناء على طلب محمد صلاح، بناء على طلبه والجواب اللي انبعت رسمي للاتحاد ان هو شايف من طلبه ان هو الفتره دي مبقاش موجود، عشان من ناحيه الاصابه بتاعته عايز يتدرج مع فرقته. فبناء على طلبه وجواب جه الاتحاد وحصل تواصل بالرسائل مع اتحاد الكوره، وفعلا شايفين كجهاز ان خلاص هو شايف ان الفتره دي حاسس ان هو أفضل بدنيا وافضل ليه ان هو يتدرب بشكل بناء على تفكيره او تفكير النادي ليفربول، بحيث ان هو مش ممكن تجيب حد غصب عنه. يعني هو راجل طلب، هو اللي طلب رسمي والجواب جه رسمي للاتحاد ان الفتره دي مش موجود، ويتدرب بعد كده في حته الاشتراك اشراكه مع نادي ليفربول. فده الرد او ده الحاجه اللي احنا وصلنا ليها يعني. انما احنا بالنسبه لنا اتمنى طبعا ان كان موجود معانا محمد صلاح، قيمه كبيره جدا، كابتن المنتخب نفسيا في الفتره دي، وخصوصا مع وجودنا انا والكابتن حسام الجهاز الجديد. لما نخش كلنا بقوه بتدي طبعا قوه للمنتخب وبتدي رد فعل نفسي للجماهير المصريه. فكنا نتمنى يبقى موجود، وفي نفس الوقت احنا مش عايزين نبقى موجودين عائق لمصلحته. وزي ما بقول وباكد، بناء على طلبه، بناء على طلب هو بصفه خاصه، يعني سيبك من ليفربول، بناء على طلب هو الفتره دي مش عايز يبقى موجود فيها عشان ينزل بشكل تدريجي مع ليفربول. فبناء كده كجهاز ومع بالتنسيق مع الاتحاد المجلس اداره اتحاد الكوره، بناء على كده الوضع بقى هو ده الوضع الحالي عشان تبقوا الامور واضحه يعني. اكيد طبعا الفتره اللي فاتت اشتغلنا انا والجهاز معايا ان احنا نشوف الاصلح واختياراتنا من خلال متابعتنا لمباريات الدوري ومباريات افريقيه للانديه المشتركه في افريقيا زي الاهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر. واعتقد ان احنا كلنا يعني المنظومه كلها، جمهور واعلاميين وجهاز فني وكل الناس، تابعت المباريات وشفنا اللاعبين المحليين وتابعنا اللاعبين المحترفين في الخارج. وطبعا كنا نامل ان طبعا الاداء طبعا يبقى افضل في خلال مشاهدتنا ومتابعتنا للاعبين في الخارج وفي الداخل، ولكن الحمد لله قدرنا نطلع بافضل اللاعبين اللي موجودين في الوقت الحالي. واختياراتي الحمد لله ان انا في المرحله دي بناء على رؤيتي الفنيه انا وجهازي من الناس اللي هي جاهزين فنيا وبدنيا نوعا ما. طبعا كل اللاعبين اللي هم مش موجودين معانا في القائمه اللي اخترناها كلهم متاحين لينا، ما فيش حد مستبعد. كل اللاعبين حتى لو انتوا بعد كده اكيد هتسالوا طبعا بالاسامي او اسامي معينه، تواصلنا حتى مع بعض اللاعبين من خلال الكابتن ابراهيم. اللاعبين اللي مش موجودين في القائمه بعض اللاعبين كلمناهم، وان احنا مستنيين منهم ان هم يكون في مشاركه بصوره جديده بصفه جديه مع فرقهم في الخارج وفي الداخل. في لاعبين كانوا زمان كانوا طبيعي انه المفروض ان هم موجودين معانا في القائمه، لكن طبعا حصل اصابات. وفي نفس الوقت كنا نتمنى ان شاء الله ان يكونوا موجودين معانا في اول معسكر، ولكن الظروف. وامل ان شاء الله المباراه، اخر مباراه في الدوري يوم 12، مباراه في الدوري المصري ما يكونش فيه اصابات تاني، ولان فقدنا يعني عناصر كانت مهمه زي يعني حتى زي زيزو، وزي مش مفاجاه طبعا كان وجود، كنت في دماغي ان انا افكر في رمضان صبحي، وكنا بنحاول ان هو نعده نفسيا ومعنويا بعيد عن الاختيار قبل ما نختار. فدي مش سر،
لكن ده طبيعي ان احنا رؤيتنا الفنيه ان احنا شايفين في لعيبه تستحق ان تكون موجوده، ولكن بعدت لظروف معينه فبنحاول ان احنا نكون متواصلين معاهم. اعتقد تقرير شافي ووافي بكل التفاصيل. يمكن انا لسه بقول محمد صلاح بعد اعتذاره عن الانضمام للمنتخب على طول كان رد الكابتن ابراهيم حسن هو بالفعل اعتذار وليس استبعاد. الجهاز الفني لم يستبعد محمد صلاح، محمد صلاح هو من اعتذر بناء على خطاب رسمي جاء من نادي ليفربول الى اتحاد الكره، وعلى هذا الاساس كان هناك قرار باعفائه من هذا المعسكر بناء على طلبه نتيجه يعني فكره انه عايز يكمل تاهيله في الفتره الجايه. في النهايه انا عندي جمله مهمه جدا قالها حسام حسن، المنتخب مصر فوق الجميع، ده شعارنا عشان نحقق طموحات الشعب المصري في الفترة اللي جاية. نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب. بمناسبة المحترفين على فكرة، كلام اللي اتقال قبل كده، أصل الكابتن إبراهيم تواصل مع كل المحترفين، معلوماتي واللي قاله النهاردة الكابتن إبراهيم مش كل المحترفين، تواصل مع المحترفين لأن في ناس ما ردتش أصلا، ناس ما ردتش أصلا على هذه الاتصالات، وبالتالي في النهاية دي القايمة النهائية اللي اختارها الكابتن حسام عشان تشارك في البطولة الودية. مصطفى شوبير زي ما قلت لحضراتكم النهاردة الخطاب المتعلق بالموافقة عشان سفره بإذن الله، لأنه آخر اللاعبين اللي هيطلع عليهم قرار وزاري للسفر مع بعثة المنتخب. نتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني بإذن الله في بداية المشوار، دورة ودية مهمة جدا اتحاد الكورة كان عايز يعتذر عنها، ولكن في النهاية الجهاز الفني أصر على المشاركة والتواجد في بطولة الإمارات بمواجهة نيوزيلندا ثم المباراة التالية مع الفائز ما بين كرواتيا وتونس. نتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. قبل